الهدف من مبادرة موسيقتي اللي هو المشروع اللي أطلقناه اليوم مع منظمة اليونيسف اللي هو بيمثل أول مشروع للعلاج عن طريق الموسيقى مصمم خصيصاً للأطفال في مخيمات اللاجئين في العالم وأهميته بتكمن بأنه عن طريق الموسيقى الأطفال بيحاولوا يخففوا عن نفسهم بيحاولوا يطوروا مهاراتهم في مهارات دفينة وفي كمان مهارات التواصل كيف بيقدروا يتواصلوا مع الآخر يعبروا عن نفسهم بالأخص لأنه ما تنسى هدول الأطفال شافوا شغلات يعني شغلات مؤلمة وحزينة جداً صراعات وحروب ودماء فنحن عن طريق الموسيقى بنحاول نزرع بذور الأمل وكمان تكون وسيلة لحتى هم يخففوا عن نفسهم يعبروا عن نفسهم الهدف من هذا المشروع يكون إمكانية حدوثه بمخيمات مختلفة بالأردن وحوالين العالم الاحتمالية كتير عالية لأنه بيتم عن طريق إمكانيات جدا قليلة فنحن الهدف عن طريقه نوصل لآلاف الأطفال مش بس بالأردن وحوالين العالم كلياته عرفت لأنه الفكرة إنه يكون سهل التطبيق مثلا حتى زي مسؤولين الموسيقى اللي بيعنوا بتدريس الأطفال من ضمن المجتمع المحلي من ضمن المخيمات كمان الرسالة للمجتمع الدولي تكون إنه ما ننسى ولا يوم معاناة اللاجئين الأطفال السوريين تحديداً من كثر ما عانوا طبعاً دائماً نحتاج المساعدات بجميع أشكالها الحرب ما خلصت هالحرب البشعة اللي حرمت هالأطفال سنين من طفولتهم من براءتهم This is part of UNICEF's overall approach nationwide, which is to provide these kind of activities, this kind of support to vulnerable children so they can deal with the experiences that they've had in the past and move forward and become productive, engaged citizens in the future. Today it's with Zade himself, Zade Dirani, but over time we're going to be expanding this program to Zatri refugee camp, to more villages within Azraq refugee camp, and also taking it into host communities, into the school system, into our other partners. Our long-term view is that every child should have experience through music to, again, to engage, to express themselves, and to have this experience. هلا الأطفال اللي طلعوا من الحرب وحضروا الحرب يجوا في محل عقدة نفسية بدون شيء يريحها الموسيقى العلاجية اللي صارت موجودة هون بتنسي بعض همومه للطالب بيعزف بيعبر عن مشاعره بيفرغ الطاقة اللي عنده موجودة احنا بنقلب ولازم نقلب لموسيقى تعليميه بنفس الوقت هلا بعد الموسيقى العلاجيه لازم يدخلوا عنده بالبرنامج موسيقى تعليميه تدخل نوطات ويدخل تعليم الاطفال كله يطالعوا فرقه موسيقيه رائعه جدا تكون بالمخيم وقادرين هم على الموضوع هذا بحب اني اتعلم على البيانو اصير اعزف على البيانو هيك نفس زيد يعني المشكله انه ما عم اتعلم هلا طلع الاطفال عشان يروح لحن المدرسه عم اتعلم شوي مشان اصير فنان نفس زيد تجي من الساعة 11